لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. وعاوز ابدا معاكم بتربص اتحاد الكره بالنادي الاهلي. هبدا التربص بان النهارده اتحاد الكوره سيد عبد الحفيظ الموقوف اوقفوه، هو موقوف يعني، هو موقوف اوقفوه، قاعد في المدرجات، نزل الملعب بعد المباراه بيسلم على الناس بيقول الحكم يعني اتمنى اشوف اللي مش عارف ايه دي في كل المباريات. النهارده قاموا اوقفوه مباراه اخرى و 50,000 جنيه غرامه. انا شايف ان في تربص شديد من اتحاد الكوره بالنادي الاهلي وبمسؤوليه، وخاصه ليه بقى؟ خلي بالك من حاجه، الاهلي لعب بعد ريح يومين ولعب، والزمالك ريح ثلاثه ولعب. دلوقتي برضو الزمالك الاهلي هيلعب النهارده السبت، الزمالك يلعب الاثنين، يعني الزمالك ثلاث ايام ويلعب ماشي ماتش، والاهلي يومين ويلعب ماتش. حتى لو المؤجلات زياده على النادي الاهلي، ما ينفعش انت تقعد تكسح في النادي الاهلي كده قبل مباراه مهمه هي مباراه ربع النهائي. والامبارح لما انا طرحت موضوع تاجيل القمه واصرار النادي الاهلي على ان هو يلعب المباراه في 10 ويبقى الاهلي لعب 6 ولعب يوم 3 وهكذا، وقلنا يا جماعه يوم 14 في مباراه مهمه ما ينفعش يبقى الفاصل بين مباراه القمه ومباراه ربع النهائي 4 ايام، الا لو كانت هناك نيه لدى اتحاد الكره لاخراج النادي الاهلي من البطوله وهذا الضغط الهائل من المباريات، ويومين وتلعب الزمالك 3 وتلعب. طب ما تعمل كده مع النادي الاهلي، يعني انت ليه؟ ما الاهلي والزمالك لاعبين القمه يوم 18 مع بعض، النهارده ما الزمالك هيلعب لسه بعد بكره الاثنين مع البنك الاهلي، طب ما هو برضه وريح يوم زياده عن الاهلي، ودلوقتي نفس الفكره، طب ما تريح النادي الاهلي ممثل مصر في افريقيا الوحيد. لكن البعض لما احنا بنتكلم كده بينظر للامور نظره تعصبيه، يقول لك ده عشان هو اهلاوي، يا سيدي عشان اهلاوي وعشان مصر، ولو الموقف كان في الزمالك كنت هقول فاش تلعب يوم 10 وتلعب يوم 14 او 15 وفقا للي هيجرى. لكن للقرعه اللي هتجرى يوم الجمعه المقبل باذن الله بنقول اجل، احمد مجاهد بيقول لك لا مش هاجل واحترام الجدول. طب كان فين احترام الجدول وانت بتدي راحات بدون مبالغه لما كانت كل الانديه مشاركه في دوري الابطال وفي الكونفدراليه؟ كان فين الراحات وانت عمال بتخطط لالغاء الموسم وهكذا؟ فانت بتضغط على النادي الاهلي قبل مباراه مهمه، اللي انا بقوله ده هيحس بيه جمهور النادي الاهلي وهيحس بيه جمهور الكوره مع الاصابات. مع الاصابات المتتاليه، يعني عندك بدري بنون اهوت من يوم ما جه بسم الله ما شاء الله راجل متاسس صح مفيش اي حاجه. دلوقتي غاب النهارده صدمه كبيره للنادي الاهلي غيابه، ومش عن مباراه اليوم فقط امام انبي، ولكن ربما بنسبه كبيره لن يلعب مباراه المصري، وما تعرفش بقى اللي بعديه ايه اللي هيحصل. عنده شد خفيف في العضله الاماميه، شد خفيف في العضله الاماميه، يحتاج بقى علاج اسبوع 10 ايام اسبوعين الله اعلم. لكن اللي بيقولوه بيقول لك مش هيلعب، اللي المؤكد عندنا لن يلعب انبي اليوم ولن يلعب المصري يوم الثلاثاء المقبل. هل هيلعب بقى يوم الجمعه ولا مش هيلعب الله اعلم، لكن انت شغال 3 مباريات في الاسبوع وعد يا عداد وكسح في النادي الاهلي وكانه هو مش نادي مصري وطني يحتاج الى الدعم في بطوله افريقيا دوري ابطال افريقيا. انت الاصل انك كنت بتدي اسبوع راحه، دلوقتي رافض انك تدي اسبوع راحه، والنهارده النادي الاهلي بيحتفل بمرور 114 عاما على انشائه عمر بيك لطفي، فمبروك لكل عشاق الفانيلا الحمراء في جميع انحاء العالم مرور 114 سنه على ذكرى تاسيس النادي الاهلي. اي واحد بيفهم كوره هيقول اللي بيقوله اونكل ابو المعاطي زكي اسطوره اليوتيوب صح. اي حد بيفهم كوره يقول كده صح. انت بتلعب مباريات حمل بدني عالي، لو انت بتخطط تخرج الاهلي ده موضوعك، لكن تلعب الاتحاد والزمالك وبعدين الاهلي كل ده في اسبوع ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ ما تريح الدنيا، ريح الدنيا، ربنا يريحنا منك، ريح الدنيا وريح الناس. ما انت لعب، ما الناس لعبت الترجي والرايح جاي في اسبوع، ولعبوا فيتا كلوب في اسبوع، ده الطبيعي، ده الطبيعي، مش 4 ايام. فده ظلم كبير جدا جدا جدا، لكن اتحاد الكوره اكيد 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 سيعود اليه عقله ويلتزم وينضبط ويؤجل مباراه القمه في الوقت بقى الخطير يعني او الحساس. احمد مجاهد عمال يقول لك لا انا مش هاجل الا لو عندي قرار امني.
الأمن لا يتدخل، لا يتدخل فيما هو فني، وما نتحدث نحن فيه هو أمر فني بحت. ما ينفعش تحمل ضغط نفسي وعصبي وإجهاد ذهني على لعيبة بتمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا. اللي بنقول لك عليه اديهم أسبوع راح، أسبوع راح يا سيدي. مش عاوز تأجل القمة، أجل الاتحاد وقرب وقرب وانقل ميعاد القمة. لكن انك انت تتنك كده ضغط على النادي الاهلي ده امر خطير جدا. وبدري بنونه هو اصيب ولن يلعب اليوم، ولن يلعب امام المصري يوم الثلاثاء المقبل، ودي كلها مباريات صعبه جدا جدا جدا. لكن في الاخر احنا بنقول وجهه نظرنا كنقاد رياضيين فاهمين وواعيين لخطوره ما يتعرض له النادي الاهلي في هذه المرحله. ماشي. وبدري بنونه هو مصاب، ربنا يلطف عليه. والنهارده لما تشوف تشكيله النادي الاهلي اللي عرفناها يعني مبدئيا تتعجب لها، مفيش حد لعب جنب حد قبل كده طول هذا الموسم. ربيع وسعد سمير ما لعبوش جنب بعض، هيلعبوا النهارده جنب بعض نظرا للاصابات. احمد نبيل كوك يلعب باك ليفت، بيكهام باك رايت. الاربعه دول ما فيهمش اتنين لعبوا جنب بعض طول الموسم، مفيش اتنين لعبوا جنب بعض طول الموسم. لما بنقول كده وبنقول لهم اتقوا الله في النادي الاهلي انك ريحوا، احنا بنطلب بنقول لك يا اخي سويه بالزمالك يا اخي. الاهلي بيلعب تاني ماتش اهو، الزمالك لسه يلعب الاثنين، والاهلي يلعب الثلاث. طب ليه كده يعني؟ ريح الدنيا، ريح الدنيا. طب ما هو الزمالك كان في بطوله افريقيا ايضا. فعندك خط الدفاع كله اللي متسرب لنا من الجهاز الفني والاداري ما فيهمش اتنين لعبوا جنب بعض. احمد نبيل كوكا باك ليفت، احمد بيكهام باك رايت، سعد سمير ورامي ربيعه، ووراهم محمد الشناوي، امامهم السوليه وعم وإليو ديانج، امامهم قفشه وطاهر والشحات ومحمد شريف. وبتمنى ان الناس تفوق وتبقى اكثر تركيزا. حسين الشحات الماتش اللي فات عمل جون وقلت خلاص حسين هيفوق باذن الله، يكمل فوقان النهارده. وحسين يحتاج الى ان هو يضغط على نفسه، يضغط على نفسه ويقرص على نفسه، مش يعني يجيب جون يريح، لا محتاج يضغط ويقرص على نفسه. ده بالنسبه لتشكيله النادي الاهلي النهارده اللي غالبا هتكون بالشكل ده: الشناوي، سعد سمير، رامي ربيعه، احمد بيكهام، احمد نبيل كوكا، السوليه، ديانج، قفشه، الشحات، طاهر محمد، طاهر محمد جيرمي. طاهر محمد طاهر كمان من يوم ما رجع من كاس العالم للانديه في قطر وهو ما رجعش للملعب، ما رجعش المستوى حتى اللي هو كان متواجد بيه في كاس العالم للانديه في قطر. وانا بكلمك على اتحاد الكوره وبكلمك على ما اراه تربص بالنادي الاهلي وعدم تقدير لمشاركته في بطوله افريقيا، اقول لك ان اتحاد الكوره قرر ايقاف كابتن سيد عبد الحفيظ. عبد الحفيظ بيغيظ لكن مش للدرجات، ان الراجل هو موقوف اتوقف. يعني هو موقوف وقعد في المدرجات وقفوه الماتش اللي فات بتاع سموح، نزل بعد المباراه فبيقول للكابتن حكم المباراه مش فاكر كان محمد عادل محمد مين محمد صبح الصباحي، محمد الصباحي كان حكم مباراه الاهلي وسموح، فقال له يعني اتمنى اشوف الشده ديت والعدل ده مع شكل، كان قال له ايه كده يعني مع كل الناس مع كل الفرق. وكتبها الراجل في تقرير وقال لك الراجل موقوف فما ينفعش الموقوف يتوقف وهو لسه موقوف وقاعد في المدرجات. فقال لك لا اتحاد الكره الراجل المسؤول قالت لك لا يتوقف، فوقفوه مباراه اخرى وغرامه 50,000 جنيه، وغرامه 50,000 جنيه هبه سامي ربنا يكرمك يا هبه. فهنا هنا انت كابتن حفيظ مش عارف انا عامل صداع لناس، عامل قلق لناس، عامل توتر لناس، عشان هو المعبر عن صوت كره القدم في النادي الاهلي، عشان هو اللي بيقول ما ينفعش يبقى في ضغط مباريات بهذا الشكل، ما ينفعش تبقى انت بتعمل كل الاوفر لود ده على اللعيبه وهي داخله مباراه مهمه. احمد مجاهد يعني ربما يدخل يعني لا نتمنى ابدا ان يتم عرقله نادي الاهلي في افريقيا بسبب هذا التعنت الغير مسبوق من اتحاد الكوره في افريقيا. يا عم احنا بنقول لك لعبوا يا زعبوا زي الزمالك، ما بقولكش حاجه اكتر من كده. يوم وثلاث ايام وثلاث ايام، يلعب يوم ويريح ثلاث، ده اللي قلناه. ما قلناش اكتر من كده، وده بيحصل مع الزمالك.
لما تيجي تقول كده الناس تقول لك يعني الناس المحترمة الفاهمة تقول لك والله انت بتتكلم بالمنطق وبالعقل وبالحكمة وبتطالب بمعاملة بالمثل. الناس اللي هبلونا يقول لك لا 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 ده انت بتطبل للنادي الاهلي ومش عارف ايه وانت بتحب النادي الاهلي. يا ابني انا بقول لك عامله زي الزمان، في ايه اكتر من كده؟ في اكتر من كده؟ عامله زي الزمالك، مش طالبين منك حاجه تانية. فلايك وشير وصلي على